نعم، العملية هذه كان اتحاد مكتب وهران كان قام بمبادرة لتوزيع تقريبا 10,000 كمامة المواطنين مجانا. كنا اليوم في قرية فلوسن ببلدية بوصفر، أين قامت الفرقة اللي تابعة للاتحاد بتوزيع كمامات في الساحة العمومية لهذه القرية متطوعين. وفي الحقيقة راهم الناس هنا لاباس بهم، فرحوا بنا ومدينا لهم الكمامات، ساسيون في ديال الكمامات. مي الحمد لله بالنسبة للمنظمة تاعنا تاع التجار والحرفيين، رانا نعاونوا في هذا الوباء هذه باش ان شاء الله ربي يرفعها علينا ان شاء الله. بارك الله، صح. شكرا. بناء على تعليمات السيد المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحلفيين، قام يعني وبمعيه خليه الازمه والمتابعه على مستوى الاتحاد، يعني قمنا اليوم بعمليه توزيع الكمامات وكذا ملصقات تحسيسيه على المواطنين في المرحلة الأولى. وفي اليوم اللي قمنا اللي درنا فيه الافتتاح كنا رانا هنا في بلدية بوصفر، يعني احنا كما يقول لك في المرحلة الأولى يعني توجهنا إلى مناطق الظل، يعني هذه المناطق اللي ما لحقتهمش يعني فريمون الإمكانيات والمساعدات. العملية راهي متواصلة على مدار الأسبوع، وسوف تخللها إن شاء الله عدة نشاطات.